يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك تلك الخلطة، فإذا احتاج إليه خالطه، وهكذا على الدوام. وهم العلماء بالله، أن يخالط العلماء بالله وبأمره حتى يبين له شرع الله، فهذا في مخالطتهم كما قال رحمه الله الربح.